استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر الإقضيبية صباح اليوم، وبحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، معالي البروفيسور ديفيد جون فرانسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بالبروفيسور ديفيد جون فرانسيس والوفد المرافق وبزيارته لمملكة البحرين، مؤكدا سموه أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيؤدي إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وشكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على استقباله، مؤكدا حرص بلاده للعمل على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مجالات التعاون المختلفة.